امبارح النادي الاهلي ابتدى معسكر مغلق في برج العرب في اسكندريه، طبعا استعدادا لمواجهة الاسماعيلي النهارده ان شاء الله في 8 مساء في الجوله الاولى من منافسات بطوله الدوري الممتاز. كابتن بيتسو موسيماني اعلن بالفعل قائمه الفريق اللي ضمت كل من علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، ياسر ابراهيم، محمود كهربا، حمدي فتحي، حسام حسن، محمد شريف، ايمن اشرف، بدر بنون، حسين الشحات، اليو ديانج، عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، علي معلول، وبيرسي تاو، واكرم توفيق، ولويس ميكيسوني، ومحمد هاني، واحمد عبد القادر، وعمار حمدي. حلو جدا، دي كانت قائمه المباراه.